26/2/2017 بيان من مناضلين ومناضلات قطاع الشهيد سيدي الشيخ بمناسبة حلول الذكرى 41 لميلاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وبهذه المناسبة نهني كافة الشعب الصحراوي أينما تواجد في مخيمات العزة والكرامة في المناطق المحتلة والجاليات والريف الوطني، وبهذه المناسبة نضيف وقفة إجلال وإكبار عند نضال شعبنا في المناطق المحتلة ومقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي أينما كانوا، ونطالب الرأي العام الدولي للوقوف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات والمحاكمات الجائرة، والوقوف أيضا في وجه نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، ونطالب بوجود آلية رقابة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة. كل الوطن أو الشهادة، الدولة المستقلة هي الحل. ما يمدو الخوف. ايوه. دعمهم الساعة لنا.